خلاص خدتوا كل حاجاتكم كلها؟ اوعى تكونوا نسيتوا حاجه. اه خدنا كل حاجتنا. وانتوا يا ولاد خدتوا كل حاجتكم؟ يا ولاد خدتوا حاجتكم خلاص؟ يا ولاد انتوا مش سامعيني؟ يا حسن. اه مالك بترد كده ليه؟ لمار لمار يا لمار انت مش سامعاني؟ عايزه ايه؟ خدتي حاجتك كلها؟ اه خدتها. انا مش عارفه مالكوا في ايه. مالهم في ايه؟ عاملين كده ليه؟ انتوا كل اللي انتوا عاملينه ده عشان احنا هننقل بيت جديد ورايحين بيت جديد؟ في ايه مالكوا؟ اهو ادينا وصلنا. خلاص وصلنا البيت. تعالوا بقى لما افرجكوا عليه. خلاص يا جماعه وصلنا خلاص. يلا يلا نزلت وصلنا خلاص. تعالوا نتفرج. في ايه يا حسن؟ تعالوا نتفرج على البيت الاول وبعدين قرروا تزعلوا او ما تزعلوش. اتفرجوا الاول على البيت، مش ممكن يعجبكم ويطلع احلى من بيتنا اللي فات، وهتكونوا اصحاب هنا وهتعملوا كل حاجه. مش عارفين زعلانين كده وكل حاجه احنا بنعملها. هو ده البيت يا جماعه. يا جماعه يا جماعه بصوا، انتوا البيت الثاني كانت الاوض بتاعتكم صغيره وما كنتوش عارفين تعملوا حاجه. المره دي احنا جبنا بيت اكبر شويه علشان تقعدوا فيه وتقعدوا تعملوا اللي انتوا عايزينه في الاوض بتاعتكم. انا نشوف بس الاوض. انا بصراحه كنت مستريحه في البيت الثاني، كنت مع صحابي وكنت في مدرستي. وانا بالنسبه لي المنطقه الثانيه كانت احسن بكتير، يعني كان فيها النادي وكان فيها اصحابي وكان فيها تماريني وكان فيها كل حاجه. بص يا حبايبي، بصوا احنا هنشوف المكان وان شاء الله يعجبكم المكان ونلاقي ناس. بس انا مستغربه له المكان ده ساكت قوي، بس يمكن نلاقي كلام كويس. يلا يلا تعالوا نشوف البيت. خد بالك بقى يا حسن، انا عليك. فوق ده الله، بيت جميل قوي. شايف يا حسن شايف البيت حلو ازاي؟ فين الكآبه يا حسن؟ وحش البيت حلو اهو، كبير وحلو قوي. لا بص يعني واسع جدا. اه جميل غير اللي احنا كنا فيه. اه حلو قوي وشيك جدا بصراحه، حاجه جميله قوي، حاجه حلوه قوي. مبسوطه بصراحه. انا يعني حاسس ان انتوا هتبقوا مبسوطين قوي. انا عن نفسي مبسوطه جدا من الموضوع ده. المكان بصراحه روعه، والنجف حلو قوي وواسع المكان بصراحه، شيء جدا. بعدين احلى حاجه فيه ان هو اوسع من بيتنا القديم بكتير، ودي حاجه بصراحه جميله جدا مريحه كمان. كان واسع. اه حلو قوي، انا حاسه ان احنا هنبسط قوي فيه بصراحه. هو واسع شويه. وبصراحه يا محمد ذوقك حلو قوي في العفش، بص شيك قوي قوي، حاجه جميله يعني بصراحه ومريحه قوي. جرب كده يا حسن، جرب حلو قوي يا حسن. ما مريح. هو انت مالك يا حسن؟ حاساك متضايق. ما اعرف مش متضايق. طيب هتتبسطوا هنا. الله، هي ماما فين؟ ايه ده، هي فين؟ مش عارف. كنت فين يا ماما؟ كنت بعد تعملي ايه؟
ولا حاجة ولا حاجة. أنا شايفاكي كده مش مبسوطة ومتضايقة، مالك في إيه؟ مفيش حاجة. طب اتفرجي على البيت الجميل اللي بابا جابه لي، اتفرجي هيعجبك. مش فارقة معايا. لمار. نعم. ما تطلعي كده تشوفي اوضتك. ايه رايك؟ حسن وانت كمان اطلع شوف اوضتك. تعالوا تعالوا يلا تعالوا. بصوا دلوقتي كل واحد فيكم يطلع يتفرج على اوضته ويختار الاوضه اللي هو عايزها. خلاص؟ يلا اطلع. يلا. ايه رايك في البيت؟ حلو قوي، جميل. جميل والله، انا متفائل بيه. يا رب بس يا رب الولاد. انا شايف ان الولاد هيتبسطوا لان البيت اللي كانوا فيه كان ضيق وصغير، ولما هنا بقى يعملوا كل هواياتهم. بس انا شايفاهم متضايقين. معلش، هي دي هتلاقيها عشان النقله وتغيير المكان، وعشان هيسيبوا اصحابهم ومدارسهم وكده، بس واحده واحده هيتعودوا ان شاء الله. يا رب يبقى بيت حلو علينا كده ونشوف فيه حاجات حلوه كتير ويبقى ليهم. انتي بس خليكي قريبه من الولاد اليومين دول، وحاولي انك تقنعيهم علشان يبقوا مبسوطين، وضيع لهم من حاله الاكتئاب والحاجه نتيجه النقل اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت ده. ان شاء الله ان شاء الله يبقى بدايه خير ويبقى بيت جميل نستمتع بيه كلنا باذن الله. معايا حسن، هتاخد انهي اوضه؟ هاخد دي. طيب بس هاخد دي، بس ما فيش احسن من الاوضه بتاعتنا القديمه. اكيد.